خليك وراها اوعى تضيعها. ابشع شيء الغدر من اقرب الاشخاص إلنا. بدهم يتجوزوا عن قريب. مبروك يا بنتي. الحب ما بيعرف لكبير ولا صغير استاذ لؤي. يعني في مين يصب الزيت على النار وينطر النتيجه؟ شو عملت؟ شو بك حبيبي؟ ما بعرف استنى مرتاحه ابدا. مبروك يا بيك. اللي صار مصيبه كبيره. خلينا نطلع لقدام ونفكر بالمستقبل. اي مستقبل هيدا؟ اللي شرب البحر ما راح يغص بالسائل. موجة غضب. الخميس والجمعة 9:30 والسبت 10:30 المساء على الـ LBCI.